as international shipping project management consultancy. احنا المكان دوت طبعا بعتمد حاجه زي كده. وان شاء الله اكون معاكم النهارده في شويه كورسز كده خاصه بحاجه اسمها بي ام او بروجكت مانجمنت اوفيس. انا بحب بما ان احنا في اخر اليوم اكيد طبعا في ناس جايه مشغلها ناس شغاله من الصبح وكده فانا بحب اخد الموضوع بهزار شويه يعني مش هاخد الموضوع بجد يعني هقعد نهزر معاكم. فانا عندي شويه كونسبتس كده هقعد اقدمها هقدم بيها البي ام او مش هقدمه بنظام اللي هو 1 2 3 4 5 6 انا هبتدي من 10 9 8 7 دي من الاخر. انا التايتل العنوان بتاعي انا والتايتل البرزنتيشنز بتاعتي او البرزنتيشن بتاعتي بانها حاجه اسمها وات كامز افتر ذا كراودنج وده اول حاجه هقدمها. وفي تايتل ثاني لطيف كده اسمه ذا ماذر اوف اول ريدلز. طبعا اللي شاف زمان فيلم اسمه باتمان في ريدلز كان في 94 تقريبا فكان في واحد اسمه شخصيه مشهوره قوي في شخصيات باتمان اسمها ذا ريدلر. ذا ريدلر كان عامل الدور ساعتها جيم كاري فكان بيقول لك ايه ذا ماذر اوف اول ريدلز مين هو باتمان؟ فاحنا النهارده ذا ماذر اوف اول ريدلز اللي انا عشتها في خلال خبرتي اللي هي 12 سنه اللي انا اشتغلتها من ضمنها حاجات في البي ام او كان دايما السؤال جميل جدا وات ذا رول اوف ذا بي ام او؟ البي ام او ده بيعمل ايه؟ انا شايفين ناس قاعدين بجدل وشكلهم لطيف كده عمالين يجمعوا داتا ويعملوا ميتنجز ويطلعوا حاجه في اخر الشهر وبيعملوا فكرات كده. طب وايه؟ في كمان كام سلايد كده بتتكلم عن حاجه اسمها ذا اجلي تروث. بما ان انا بحب السينما فذا اجلي تروث ده كمان فيلم. فالاجلي تروث هنا عندنا غريبه شويه. الكونسيبت الثاني حاجه اسمها وات كامز افتر ذا كراودنج. وات كامز افتر ذا كراودنج ديت حاجه غريبه قوي. سمعتوا عن مبدا اسمه الهوجه وما بعد الهوجه؟ مبدا الهوجه وما بعد الهوجه. ايه مبدا الهوجه وما بعد الهوجه ده؟ احنا لو قلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا جماعه عايزين نعمل ريسك مانجمنت في الشركه بتاعتنا هتلاقي في ناس بقى عينيها تنور ويسخنوا كده ويقول لك ايه يلا يا جماعه هنعمل ريسك مانجمنت ده الباشمهندس حسام او السي او بتاعنا بيقول هنعمل ريسك مانجمنت بخير وبركه ويلا وعايزين تيم فهتلاقي كل الناس بتتطوع ايه ايه هنخش نعمل ريسك مانجمنت او هنعمل بي ام او او هنعمل هنشتغل في كونسبت بروجكت مانجمنت او وات ايفر كويس؟ طيب خدنا ستيب فورورد وابتدينا نشتغل فعلا فالناس اللي هي الهوجه 60 واحد 70 واحد هيحصل ايه؟ هيبتدوا يكتشفوا ان الموضوع بجد في شغل في شويه ضغط ومطلوب حاجات ومطلوب اوتبوتس ومطلوب برودكتس فالهوجه هيبتدي يحصل لها ايه؟ تقل يعني هيحصل حاجه ما بعد الهوجه وات كامز افتر ذا كراودنج اللي هو البي ام او الافكتيف بي ام او كويس؟ فما بعد الهوجه واحنا ماشيين هتلاقي في ناس بتقع ناس بتقع منك وانت ماشي ناس بتقع منك في الاخر هيستمر معاك كام؟ والله حسب انت بقى ايه الموتيفيشن اللي انت بتعمله حسب الافكتفنس اللي انت بتعمله اثناء ما انت شغال او حسب الفاليو اللي انت بتأدها وانت شغال في حوار البي ام او ده. طبعا انا قلت الكلام ده كله لسه ما قلتش ايه هو البي ام او لسه لحد هذه اللحظه ما قلتش ايه البي ام او فتعالى نبتدي مع السلايدز بتاعتنا. احنا عندنا دي الكونتنس اللي انا هتكلم عليها هديكوا المايك لمده نص دقيقه يور تيرن وهنتكلم عن حاجه تشالنج مبدا تاني غير انا قدمت مبدئين لحد دلوقتي فاكرينهم ولا نسيتهم؟ مبدا وات كامز افتر ذا كراودنج وذا ماذر اوف اول ريدلز. المبدا الثالث هيبقى حاجه اسمها ذا الفنت كونسبت مبدا الفيل ودي سلايد اي حد يعرفني تلاقيني ماشي بيها بحطها في كل بتاع لدرجه ان انا نفسي ابتديت اشك ان انا اصلا ما عنديش غيرها كل شويه ببقى حاطط سلايد كده فيها فيل هتشوفوها ان شاء الله. وفي ذا اجل تروف هقول لكم على حقائق من قياسات من سيرفي حصل على الكونستراكشن اندستري في الميدل ايست وعلى البي ام سيز تحديدا البي ام سيز اللي هم البروجكت مانجمنت كونسلتنتس وعندنا حاجه واتس ذا رول اوف بي ام او هنا ذا ماذر اوف اول ريدل وبعدين هنتكلم واي دو وي باي فور بي ام او ليه احنا بندفع فلوس للبي ام او والافكتيف بي ام او كان ذس ميركل هابن اللي هي لحد دلوقتي ما شفتهاش كتير الحقيقه بس فعلا حصلت في مراحل معينه او في مراحل شكليه او في مراحل وقتيه في مشاريع انا اتعاملت معاها وبروجرامز انا اتعاملت تعالوا نبتدي ديو في تراكم هستاذنكم بس معلش تغمضوا عليكم طبعا المهندس اكرم سبقني في الموضوع بس انا هقول لكم غمضوا عليكم برضه فمعلش غمضوا عليكم بس لو سمحت ماشي لا 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 ما هو حاجه مش مستني غمضوا عليكم ثانيه خلاص ماشي شايفين ايه قدامكم دلوقتي؟ تمام؟ ايه رايك في اللي انتم شايفينه؟ ميست كنافه صح؟ طب معلش غمضها تاني ايه رايك في اللي انتم شايفينه دلوقتي؟ طيب ده شغلانه البي ام او يور تيرن لو انتوا فهمتوا اللي احنا بنتكلم فيه ده هنتحول الكنافه دي للمنظر اللي احنا شايفينه ده شغلانه البي ام او ببساطه يعني انا ممكن اروح دلوقتي وانا فلوس ده فاهم طيب التحدي الاساسي بتاع البي ام او ذا رايت ريكوردز عشان تاخد ذا رايت ديسيجنز عشان في الاخر تعمل ذا رايت اكشنز وات ايفر في ايه ده الفيجن بتاع البي ام او او المنظر العام للبي ام او جوه اي شركه بنشتغلها او بنقرر ان احنا نعمل فيها الهوجه الاولانيه بتاعت انا عايز اعمل ايه. طيب
البي ام او دي وظيفه ثانيه هتبينها السلايد الغريبه دي. انا زي ما قلت لحضراتكم انا كل سلايد كل برزنتيشن بعملها بلاقي بحط البتاع ده. والغرابه ان انا في معظم الاحيان في معظم الاحيان اشتغلت فيها حسيت ان البتاع ده ميك سنس او السلايد الغريبه اللي انتم شايفينها دي ميك سنس. ميك سنس. ايه اللي انتم شايفينه دلوقتي؟ في سخان جدا ومش شايف قدامه عمال يجري وعليه واحد بيحاول يسيطر عليه كويس، وفي طريق عمل اسمه كده اسمه باث كويس. ايه بقى اللي انا بعمله ده؟ او ايه الكونسيبت اللي احنا بنعمله ده؟ وبرده هيصب في وظيفه البي ام او. بعد كده انا هقول لكم لما اقول لكم ايه هو البي ام او ببساطه كده هالموضوع هيبقى اسهل شويه. ايه الموضوع؟ لما حضرتك تيجي فكره في دماغك زي مثلا ايه؟ عايزين نعمل بروجكت مانجمنت، عايزين اي حاجه. ايه اللي بيحصل؟ بنسخن كلنا كراودنج. الفكره دي هي الفيل اللي مش ماسك نفسه، اللي هو الثائر اللي عايز يجري في كل الاتجاهات، هو ده الفيل. كويس؟ طيب مين الشخص اللي فوق ده؟ واحد بيحاول يخلي الفيل يبقى ستيبل في الجري بتاعه، صح؟ يعني ايه؟ يعني بيحاول يسيطر عليه، بنحاول نسيطر على ايه؟ ستاندرد بروسيجر. بمعنى ان انا لو عندي عايز اعمل بي ام او لازم يبقى في فكره او رايدر للفيل، فكره البي ام او دي هي الفيل، ففي رايدر للفيل بيحاول يحطه على الباث او يحاول يظبط له الطريق او يحاول يحطه في التراك الصح، زي ما انتم بتيجوا تدرسوا بي ام بي ام بي. 90% من اللي بيقعدوا يدرسوا بي ام بي بيبقى بيسمع حاجات 80% منها هو عارفها، بس هو الفكره هي بتحطها له في اطار منظم بس مش اكتر من كده. فالفيل دوت هو الثائر دوت هو الفكره، الراجل اللي بيحاول يسيطر عليه دوت هو الشخص اللي بيحاول يحط له بروسيجر او ستاندرد بروسيجر يمشي عليه. طيب هل ده كفايه؟ هل كفايه ان انا يبقى عندي فكره وعندي بروسيجر؟ لا، مش كفايه ان انت يبقى عندك فكره وعندك بروسيجر، انت لازم يبقى عندك فكره وبروسيجر وتحط الفكره دي على طريق تضمن لها سستينابيلتي. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني تضمن ان الفكره دي تفضل شغاله، بمعنى ان حضرتك تخليها عادي، تخلقها عادي، اللي هي ايه؟ الريبورتس اللي طالعه من بي ام او تبقى خلاص ده بقى حاجه سيستماتيك. زي مثلا لو انت قررت في يوم من الايام ان انت سخنت كده وطلع في دماغك فيل سخنان زي ده كده بيقول انا ايه؟ انا عايز اصحى 5 الصبح عند اروح الجيم. فكره حلوه صح؟ حد بيها ايه؟ حد فكر يعمل الحركه دي قبل كده؟ كتير. فكر، طب حد نفذ؟ قليل. طب رعب، جميل قوي، كويس. الفكره دي لو احنا قررنا نعملها يبقى ايه اللي هيسيطر؟ ان انا نبه يرن لي جامد، واحد يصحيني، اي حاجه في اي حاجه تصحيني، اجهز لبسي من بالليل، اجهز فطاري من بالليل، المهم ان انا ده شويه بروسيجر انا عملتها عشان احقق الموضوع ده. طب هل ده كفايه؟ لا، انا الفكره دي لو ما استمرتش يبقى مالهاش لازمه، زي البي ام بالظبط، لو البي ام ما استمرش في اداء وظيفته مالوش ثلاثه لازمه. فانت عايز توصل بالفكره دي ايه؟ ان حضرتك كل يوم الصبح تنزل فبتحط لنفسك باث، الباث ده عليه نقط مضيئه، مكافئات، يعني انا بقول انا لو نزلت كل يوم الصبح رحت الجيم الساعه 5 انا بحب اللاتيه جدا هكافئ نفسي بكوبايه لاتيه، فاخد ايه؟ لاتيه، زي ما كانوا بيعلموا القطط زمان، كانوا بيعلموها بالموتيفيشن. البي ام او كده. ايه بقى البي ام او ده؟ طيب لسه برضه مش دلوقتي ده عندنا المودرن بروجكت مانجمنت. انت بتحاول تمانج شويه حاجات كده، كوست وتايم كواليتي سكوب وريسك وريسورس والكلام اللي هو الحاجات التيبيكال، الحاجات الكلاسيكيه اللي احنا بنقولها. انا ما بحبش الحاجات الكلاسيكيه الحقيقه، انا بحب اقدم لكم حاجه مش كويسه، مش حاجه كويسه ليكم تراس زي الفل، بس انا بحاول اقدم لكم حقيقه مؤلمه من سيرفي عمله حد في جامعه جورج واشنطن بيدرسها، بيدرس ماستر اسمه معتز حسين شغال في قطر، ده من البي جي ام بيز بس هو عايش بره. معتز عمل سيرفي على مجموعه شركات بتعين بي ام سي. ايه بي ام سي ده؟ بروجكت مانجمنت كونسلتنت. ده عندك مشروع كبير، شركه جامده، تقول لك ايه؟ انا عايز اجيب هيلث انترناشونال، عايز اجيب اي دي اي سي هارس، عايز اجيب مش عارف ايه، عايز اجيب وات ايفر مين، بي ام هاوس فور وات ايفر ايه، انا عايز اجيب شركه بروجكت مانجمنت. كويس؟ فيجيب شركه بروجكت مانجمنت. شركه بروجكت مانجمنت ديت تاخد ستيل. فيجيب عملوا احصاء على العلاقه ما بين الكلاينت والبي ام سي في المشاريع اللي شغال فيها. لقوا ايه؟ لقوا حاجه غريبه جدا، لقوا ان ده كونستراكشن جروث في ميدل ايست في الفتره في فترة من 2001 ل 2013، المصدر كونستراكشن ماجازين اناليسيس، ده المصدر بتاع دوت. ولقوا ايه؟ لقوا ان في اخر 10 سنين دي ديلي بروجكت الباست 10 يوز، ومقسمينها بالانفراستراكشر ميكسد يوز، ميكسد يوز اللي هي ريتيل باوتيل بمش عارف ايه حاجات زي كده، وهاوسنج وسيرفيس بروجكت زي الرودز والكلام، سوري زي المدارس والحاجات والمرور والحاجات اللي بتاع دوت، وبعدين الهوستس اختار لوحدها عشان هي حاجه سبيشال شويه. لا بص المهم كده حوالي 60 70% من المشاريع بتتاخر. حسيتوا الموضوع ده كده؟ حسيتوا انتوا الموضوع ده؟ حد هنا عدى على مشروع ما تاخرش
مشروع اسكندريه الصحراوي يعني حد هنا شاف وشاف مشروع ما اتاخرش. طيب فانا بتكلم هنا ان الناس دي بلغوا طبعا هم عملوا سيرفيس على مش على مشاريع صغيره عملوا سيرفيس على مشاريع كبيره بيدفعوا البي ام سيز وعندهم الحاله دي. لو حاجه افشع من كده لو ايه لقوا ان حوالي كده 50% من المشاريع طبعا بالتقسيمه ديت اوفر بادجت نتيجه فاريشن وتشينجز مش عارف ايه الكلام ده. لو عايز ترجعوا لنا في الكونستراكشن ماجازين تبع السيرفي اللي انا بكلمكم عنه كويس. الناس دي بتعين بي ام سيز عندهم بي ام اوز عندهم مسؤولي ماشي. ايه التشالنج ايه بقى بتاعنا او التشالنج بتاعنا في البي ام او ايه هو البي ام او؟ قبل ما اتكلم عن التشالنج ده الصوره اللي الناس بتتخيلها للبي ام او في اي شركه. واحد عنيف كده بيفكرني بديفي جونز في بايرتس اوف ذا كاريبيان. واحد كده ماسك له بتاع وبيقول له انا عايز ده. تخيلوا معايا كده سيبكم من ديفي جونز وديفي جونز والكلام ده كله. تخيلوا معايا لحظه انت شغال في مشروع فيه عشرات السايتس وكل واحد في السايت قرر ان هو يطلع ريبورت بمزاجه وانت مطلوب منك كواحد قاعد هنا او كده ان انت تطلع ريبورت واحد مجمع لكل السايتس دي تقول للناس ايه الموقف بتاعك ماشي. فانت بيجي لك ايه تخيل مثلا انا كان ليا حظ ان انا اشتغلت في مشروع في المملكه العربيه السعوديه تبع وزاره الداخليه عندنا 182 سايت في 15 ريجن تاني 182 سايت في 15 ريجن توتال المشروع كان حوالي 11 وشويه مليار ريال. مش دي القصه، القصه ان احنا عندنا عايزين نجمع داتا من 182 سايت. سايت مش مشروع مش مبنى، كل مبنى كل سايت فيه حوالي 5 أو 15 مبنى. فاحنا عندنا وكل مبنى ليه بروجكت مانجر. وانا ايه؟ انا بقى الغلبان بتاع البي ام او، مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اجمع كل الداتا دي واطلع ريبورت يتطور زي نظريه داروين كده لحد ما يوصل لصفحه واحده توصل قدام الوزير، صفحه واحده. تديه كل اللي هو عايزه. تخيلوا معايا كده مش بتكلم على اللي احنا عملناه، تخيل معايا كده لحظه لو انت عندك كل سايت من السايتس دي بيديك الريبورت بشكل. كاتستروفي صح؟ مرعب. تخيل كل واحد بيديك ريبورت على حاجه انت عايز ما عندك مجموعه حاجات بتقيس تايم وكوست مش عارف ايه، وتخيل لو كل واحد في السايتس ده عامل السكتش بتاعه بطريقه. طيب الجدول ازاي عامل بطريقه؟ وبيقدم لك ريبورت بشكل، حضرتك هيبقى مطلوب منك تعمل ايه ببساطه؟ تقرا 182 في 5 ريبورت عشان تطلع ريبورت واحد بس. ممكن المشروع يخلص وممكن الورث ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا ويديك طول العمر هم اللي يطلعوا هذه النوعيه من الريبورت. البي ام او وجد عشان يحل المشكله دي. البي ام او وظيفته ان هو يقول لك لا بصوا بقى احنا مش هنعمل كده. هي دي التمبلت اللي هتملوا فيها الداتا بتاعتكم. بحيث ان انا اديه تجمع اوتوماتيك لحد ما تطلع فيه. ده البي ام او، ده الشخص الناس لما بتشوف حاجه زي كده بتحس بايه؟ بتحس بالرعب. بتحس ايه؟ الراجل ده جاي يعدل علينا، يقول لنا الريبورت ازاي ولا الريبورت مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، عشان كده دايما من ضمن الناس اللي قالت ان في مشكله قال لك ان دايما العلاقه بين الكلاينت والبي ام او متوتره عشان من حدش فاهم الجزئيه دي وبتخش في سايكل بليمنج لوم 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 لوم. ليه؟ هو الكلاينت شايف ان البي ام او ما بيعملش شغله والبي ام او شايف ان الكلاينت مش مديله الاثورتي اللي هيعمل بيها شغله. انا لما اروح لك انا كبي ام او واقول لك اديني ريبورت بالشكل الفلاني اول حاجه تقول لي ايه؟ انت مين؟ بالظبط انت جاي مع مين يا حبيبي؟ او انت مين معايا؟ فانا ما عنديش اثورتي اصلا اتعامل معاك. فهي دي السايكل المقفوله اللي بتخلي الناس مرعوبه من البي ام او. الحاجه الثانيه بقى اللي هي الهيدن اجندز بتاعت ان انت عندك حاجه تخبيها ده موضوع ثاني بقى مش هتكلم فيه هنا ومش موضوع كويس؟ فانا بتكلم فيه ان البي ام او وظيفته حاليا ان هو يعمل كده ان هو يوحد تجميع من تحت عشان توصل من فوق. وهقدم لكم الكونسبت الخامس دلوقتي. حد مركز يقول لي حاجه دلوقتي؟ انا دلوقتي بقول الكونسبت كام؟ خامس. انا قلت ثلاثه بس صح؟ يبقى انا كده ايه؟ معاك ولا مش معاك؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ ولا مش معانا؟ لا هم خمسه فعلا ده الكونسبت الخامس. الكونسبت الخامس بيقول ايه؟ اهو ايه اللي انا عملته ده؟ الكلام ده انا مش بعوض والله بس انا بقول لكم الكونسبت الخامس عامل ازاي. الكونسبت الخامس بيبتدي من هنا، بيبتدي ان حضرتك عندك سوفيستيكيشن جامد جدا في الاندستري، اي اندستري، كونستراكشن، اي حاجه. محتاج ان انت عندك تبقى عندك سبيشاليزيشن. كل ما المشاريع تتعقد كل ما محتاج السبيشاليزيشن تطلع لحد فوق. سبيشاليزيشن يعني ايه؟ يعني كل واحد يبقى بيعمل حاجه محدده بس، يبقى متخصص في حاجه.
انت عندك بي ام او في كل واحد متخصصين، واحد يجمع التايم، واحد يشتغل مع الكوست، واحد يشتغل مع الكونتراكت، واحد يشتغل مش عارف ايه، واحد يشتغل. ما ينفعش واحد مهندس الكشكول بتاع زمان ده خلاص بطل. ان انت تعمل مهندس يعمل كل حاجه او ايفن حتى بروجكت مانجر يعمل كل حاجه ما بقاش موجود. انت في شركات بتعين كوست كونسلتنت وبي ام كونسلتنت وسوبرفيجن كونسلتنت وبعدين ريسك كونسلتنت زي ما انت عايز. فالمبدا بيبدا من هنا. اللي هو كان ايه المبدا؟ اللي هو مبدا نازل والطالع. ايه النازل والطالع؟ تعالى نبص على الراجل اللي وراه اصلا. ايه موضوع النازل والطالع؟ ده مبدا طلع من منطق ان في ناس بتفكر فوق تكسر ازاي؟ صح؟ يعني ايه؟ يعني انت شغال في مشروع 182 مشروع 182 سايت كويس؟ محتاج حضرتك تفكر في ايه؟ انا هقسمهم ازاي؟ طيب مجموعه السايتس دي ايفن ده او بروجرام او مشروع انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم ان حضرتك محتاج تقسمهم بأي طريقه بحيث ان انت تعرف توصل لحد النقطه اللي بتنتجريت ما بينها ما بين داتا جايلك من اصغر مشروع لحد داتا بتجمع على اكبر مشروع، فتقدر انت تريبورت على حاجه صغيره كده تسمع في اخر مشروع تقدر تطلع الصفحه الواحده. فانت بتكسر لما بتكسر بتكسر من فوق بناء على ايه؟ بناء على الفيجن بتاعت الناس اللي فوق. يعني ايه الناس اللي فوق اللي هم التوب مان؟ يقول لك انا عايز اقسم المشروع ده بالريجن، عايز اقسم المشروع ده بالوريفر ايه، فانا بقسم زي ما هو عايز. طيب الداتا بتتجمع على فين يا شباب؟ الداتا بالمنطق بتتجمع على فين؟ انا هجمع داتا على ايه؟ على اصغر عنصر ولا على اعلى عنصر؟ اصغر. على اصغر عنصر. انا بجمع الداتا على اصغر عنصر في المشروع اللي هو ايه؟ مش مهم. كويس؟ طب لما بجمع الداتا المفروض الداتا ديت مع لينك كامل تعمل تسمع فين؟ في اكبر عنصر. فده جه من هنا المنطق اللي هو بيجي هنا كده ويجي كده. المنطق ده مين اول واحد رقص فيه؟ او مين هو اول واحد رقص فيه؟ ايه موضوع الرقص فيه دوت؟ الاول واحد رقص فيه او اول حد عمل او ابتدى يتكلم في المنطق دوت هو مش هسمي شخص معين، هو اللي بدع او اللي عمل قصه ان انا عايز احط مكتب او سنتر يبقى شغلته ان هو يبتكر طريقه موحده لجميع المشاريع تجمع على اصغر عنصر فترول اب لحد اكبر عنصر واقدر اريبورت بالطريقه اللي انا عايزها بالفورمات اللي انا عايزه. معايا يا جماعه؟ حد نام مني؟ طب جميل قوي. يعني ايه ده؟ لو احنا قاعدين مع بعض كده وبعدين احنا قاعدين ساكتين وقاعدين مستنيين مثلا ممكن يكون لا قدر الله لا قدر الله يا رب لا الكهرباء تقطع كويس؟ ورحنا قاعدين وراح اشتغل الامرجنسي بالظبط كده وراح مشغلين الامرجنسي ومره واحده مره واحده خير الله معاك واحد مجنون زي حالاتي كده راح قايم واحد يرقص كويس؟ في حاجه من الاثنين هيتحدد بالبيض الطماطم يا اما هيحصل ايه؟ واحد تاني هيقوم قايم يرقص معاك بعدين واحد تالت هيجي يرقص معانا بعدين هوب مره واحده يحصل ايه؟ تلاقي كل المكتب هنا او كل الناس اللي قاعده الجميله دي عماله ترقص كويس؟ طيب هيبقى مين اللي هياخد الذنب الاولاني بقى؟ انا طبعا لان انا اول واحد عمل المصيبه الصغيره دي كويس؟ طيب مين اللي خد الذنب الاولاني هنا؟ البني ادم اللي اختار على القصه او المبدا بتاع ان حضرتك ان احنا نيونيفاي كل حاجه وان احنا نجمع على الاخر فابتدى يبقى هو البني ادم دوت او الشخص دوت هو اللي رقص الاول. فانت حضرتك لو انت عملت انيشيشن لفكره زي كده هتبقى اول واحد رقص على الموضوع. احنا عندنا مشروع وعندنا المشروع دوت ده تعريفه. المشروع ده بيبدا من اول اكله السمك لحد المشروع الجميل اللي فوق ده اللي هو مشروع جامعه الامير رفعت عبد الرحمن اللي في الرياض. ده كان ليا شرف وحظ ان انا اشتغلت فيه. المشروع دوت كان ميزانيته ساعتها قد ميزانيه مصر. كان ميزانيته في اليوم ده ساعه قد ميزانيه مصر بالظبط. كويس؟ المشروع 12 مليون متر مربع لو اللي راح الرياض ومعدي على طريق المطار هيشوفه. دخلت وهو ارض فاضيه خرجت منه طلاب تدرس. كويس؟ ده مشروع وده مشروع. كل القصه ايه؟ حضرتك عايز تبتكر وسيله. فايت فور ماكس. تجيب لك الداتا من اصغر عنصر تجمعها لك لحد اعلى عنصر بس. طب ما تيجي نتوسع شويه ونوصل على مستوى الاورجنايزيشن. يعني ايه مستوى الاورجنايزيشن؟ لا هتجمع على اصغر عنصر فيجمع لك على مستوى مجموعه مشاريع فيجمع لك على مستوى الاورجنايزيشن فتقدر حضرتك عن طريق بي ام اس محترم بي ام اي اس محترم بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم محترم وريفر هو ايه انا مش بمركز لحاجه بس انت لو بتكمل من تحت وبتطلع لحد فوق بتوصل لمرحله ان كل الداتا ريلايبل وبقدر تعمل تشيك تريسبيلتي للاكيرسي بتاع الداتا لدقه الداتا عند اي نقطه. ليه؟ انا عارف نقطه الانتجريشن اللي في نص ايه. من خبرات خبرات محدوده في الجزئيه ديت او خبرات في شغل البروجكت مانجمنت او
من دخلتي الاساسيه للبروجكت مانجمنت من باب البلاننج اند سكادجول. وطبعا انا انسان عنصري شويه فبحب البلانرز وبحب السكادجولز جدا. فانا بقول ان احسن نقطه انتجريشن ما بين الناس اللي شايفه بتجيب من فوق اللي هي الناس اللي بتكسر اللي بتوصل من الناس اللي بتشتغل على الديتيلز الراجل النجار اللي بيشتغل على الاكتيفيتي اللي في الفيلا الفلانيه من 5599 فيلا. اكتر حاجه بتجمع بين الاثنين يعني ايه؟ يعني اجمع على الاكتيفيتي اللي اسمه نجاره على فيلا في 5599 فيلا فتسمع في شركه اسمها شركه الراشد شركه بلادن شركه اوجين شركه بتنجان اي حاجه فوق كده تجمع نسبه وتجمع فلوس. ايه نقطه الانتجريشن بوينت اللي في الموضوع دي؟ ثبت علميا ثبت بالممارسه حتى ان هي السكيدجول. ليه السكيدجول؟ ليه السكيدجول؟ يعني ايه سكيدجول؟ يعني ايه سكيدجول؟ تايم سكيدجول يعني جدول زمن المشروع يبتدي من هنا ويخلص من هنا في مجموعه الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. كويس. طيب السكيدجول ده لو بيرفلكت الكونتراكت وبيرفلكت السكوب انت هتعمل ايه؟ وبيرفلكت الكوست وبيرفلكت المان باور بتاعتك والريسورسز بتاعتك. يبقى كل انتيتي كل حاجه صغيره كده حاجه سكادجوليه صغيره كده عباره عن ايه؟ عباره عن اكتر حاجه معبره عن الاكتيفيتي الصغير اللي هو مشروع. طيب لو حضرتك عملت لينك بين كل السكادجولز بتاعت المشروع بتاعك ايه اللي هيحصل؟ هتجمع فلوس مع انتربرايز محترم بقى. ده شغل البي ام او. لو البي ام او فشل مش بتكلم على السكادجول، لو البي ام او فشل بان هو يرفلكت اللي بيحصل تحت ويخليه يسمع في نقطه فوق تقدر تريبورت على اي ليفل يبقى البي ام او ده فشل. كويس؟ طيب مشكله البي ام او الاساسيه ايه؟ البروجكت مانجمنت اوفيس، انت جايب ناس قعدوا في الشركه بتقول لهم يا جماعه اسمعوا اكتر من الناس دي. فباي نيتشر كده الناس اعداء ما ايه؟ ما يجهلون، ده طبيعي. فالناس هتعمل معاها ايه؟ هيعمل معاها التدرج الطبيعي ده. مجموعه ستيك هولدرز، واحد عمال واحد راسي كده وهادي ده كويس ده تحبه، في واحد عمال يدي انستراكشنز كلها مش طبيعيه، وفي الصوره الجميله ديت اللي هي ستيك هولدر كل وظيفته ان هو يطلع يرجل الراجل بتاع دي بتاع اسمها ايه؟ انا سالت كتير قوي بتاع اسمها ايه؟ النشابه. واحد بيجي واحده بتجري ورا واحد في النشابه، فانت ممكن في نوعيه من الستيك هولدرز تعمل كده، وفي دايفستيتنج ستيك هولدر. دايفستيتنج يعني ايه؟ المدمر. مدمر يعني ايه؟ كل همه في الدنيا ان هو يعمل ايه؟ يوقعك. كويس؟ يوقعك. جه من هنا التقسيم ده بتاع نوعيات البي ام او. ايه هو البي ام او تاني؟ هو البروجكت مانجمنت اوفيس، مكتب اداره مشروعات بيجمع او وظيفته ان هو يونيفاي الحاجه اللي تحت او يونيفاي اسلوب تجميع الداتا، يونيفاي اسلوب ان انت تعمل عمليه التراكنج والكنترول للمشاريع بتاعتك ويلينكها بحيث انها تديك ايمج عند اي نقطه انت عايزها، مش شرط تعملها عند فوق ممكن تعملها عند اي نقطه، فيطبق المبدا ده وده. البي ام اي اللي هو حبيبنا جميل اللي احنا بنتكلم عليه هنا قسم البروجكت مانجمنت اوفيس لثلاثه كاتيجوريز بيشترك كلهم في حاجه واحده ان هم الثلاثه بيعملوا لك الستاندردز اللي انت تمشي عليها بحيث ان حضرتك هندسه باشمهندس اسلام لو هو راجل بروجكت مانجر وعنده بلانرز ومش عارف ايه مش هيبقى مطلوب من المهندس اسلام ان هو يخترع العجل، لا ده في بي ام او بيديله شويه تمبلتس اسلوب شغل وبيسيبه هو هو قدر المشروع، بس هو بيديله تمبلتس بحيث ان انا كواحد بيجي لي في البي ام او ادمنستريتور قاعد عمال يلم داتا يلم داتا يلم داتا يلم داتا مش محتاج بص اصلا. يعني انا مش محتاج اوصل، انا بحط الحاجه بتركب لوحدها وتطلع لفوق. انا شفت الكلام ده بعيد. كويس؟ ان انت بتجمع داتا من غير ما تتعب نفسك بتلاقي الداتا بتفلو لفوق وبتديك التوتال او بتديك الرول اب على فوق. التلاته بيشتركوا في نفس القصه. انا مش بحب الاسلوب اللي بصراحه مع احترامي طبعا للبي ام اي استاذنا وحبيبنا وانا يعني في الدنيا بتاعت البي ام اي دي من زمان وبحب اسلوبه وبحب اسلوبه في تبسيط الستاندرز وان هو وشرحه للستاندرز. بس انا هشرح طريقه مختلفه شويه يمكن من خلال تعاملي مع البي ام او لان احنا اصلا اكل عيش شركتنا انها بتعمل بي ام او اللي هي خلال هو بيكاتيجورايز الثلاثه البي ام او الثلاثه كاتيجورايز حاجه اسمها سبورتيف كنترول دايركتيف. السبورتيف ده كونسلتنت حضرتك لما تحب تقعد حد على الرف تعمل فيه ايه؟ تقول بتدي له رقم مستشار صح؟ امال ايه مش ده اللي هو يعني البرواز اللطيف للقعده على الرف ان انت بتدي له رقم مستشار، انا فاضل 10 دقايق ماشي؟ فهتدي له رقم مستشار ده هو السبورت، هو بيعمل البتاع او بيعمل الستاندرز بيعمل الليفلز بيعمل كل حاجه وبيعمل الاستراكشر السيستم وبيعمل كل اللي نفسك فيه. بس اوبشنال انك تلتزم بيه ولا لا هو الاوبشنال بتاعتك. ففي العاده ايه؟ ده كانت مشكلتنا في البي ام اي
في البي ام او اللي احنا عملناه في وزاره الداخليه في سوريا كان احنا النوع الاولاني سبورت. عملنا ستاندرز طلعنا ريبورت بس ما حدش كان بيدينا. كنا احنا لو ما عملناش تعامل مع الناس بشكل فريندلي وشخصي ما كناش وصلنا حاجه. ولولا ان ربنا كرمني ساعتها بان اغلب البلانرز اللي كانوا شغالين مع باللاند ساعتها في مشروع كاب زيرو دوت كانوا اصلا خدوا معايا التريننج بتاع البي ام بي فيعني كان العلاقه وديه فعرفنا نجيب منهم ده. بس ساعتها الكونسبت ما كانش حد بيديها حاجه. ده الكونسبت ما كانش حد بيديها حاجه اصلا. طيب لو طلعت مين من اللي فوق كل ده كنترولنج. كنترولنج يعني ايه؟ يعني حضرتك هتعمل برضه العامل المشترك الاكبر بتاعك هو كان الاصغر ولا الاكبر؟ كان ضعف المشترك الاصغر والعامل المشترك الاكبر بين حاجه كده؟ انا فاكر الحاجات بتاعت الابتدائي. المهم لو انا هعمل كنترولنج فانا بعمل ايه؟ انا بقول يا شباب احنا هنعمل ستاندرز وانا ليا اوثورتي ان انا افرضها عليك. بس في الاخر في واحد من الكلاينت او في حد من حته ثانيه بيكون ليه ديسيجن فوقيه، يعني ممكن يفايوليت حاجه انا بعملها. انا بحط سيستم بس انا بحط سيستم بحط بروسيجر او بحط دايركشنز وبنمشي عليه بس ما عنديش القوه الكافيه لسه في بروجكت مانجر عنده قوه انا ريبورتنج للبروجكت مانجر انا كبي او ريبورتنج للبروجكت مانجر كويس ده مكاني فانا ممكن اسبورت البروجكت مانجر بس انا مش بفرض عليه رايي هو بيفرضني على الناس بيديني الاثورتي ما عملوش معانا الحركه دي هنا ما ادوناش الاثورتي كويس بس يا ما احنا لما لقوا الدنيا واقعه واديناهم كيس سكسسفول كيس راحوا نقلنا لليفل ده الكنترول في السنه الثانيه بعد السنه الاولانيه في السنه الثانيه نقلونا على ليفل الكنترول اللي هو ايه خدوا يا جماعه يا جماعه الناس دي معانا والناس دي تاخد داتا والناس دي لو طلبت لبعض يعني هدومكم ادوها كويس فدي الكنترول طيب في ليفل ثالث بس ده اجريسيف قوي اللي هو ايه بيبقى فوق البروجكت مانجر في بعض الاحيان ده انا شفتها برضه لحظه من لحظات البي ان يو البروجكت مانجر اتدلع فراحوا جايبين شركه اسمها بروجكس مش بروجكس اللي هي سوري بروجكسيا دي شركه فرنساوي مش بروجكس اللي هي اللي احنا سمعنا عنها اللي هي شبه تيرمينال كويس انا بتكلم على شركه اسمها بروجكسيا شركه فرنسويه قالوا لهم بص البروجكت مانجر ده بره انتوا بروجكت مانجر واللي لازم تقولوا يعملوه فبقى البي ام او مش اصلا مش اوبشنال ده بقى مفروض مين الاقوى محدش يقدر يقول ودي جمال البروجكت مانجر مفيش حاجه صح فدي نوعيات البي ام او اللي بيقدمها البي ام او كنترول سبورتيف كنترول ودايركت ده الكونسبت اللي انا بتكلم عليه ان انا ببتدي دايما ب كوركتيف اكشن او بريفنت اكشن فروم ذا بروجرام ليفل بينزل لحد الورك بيرفورمانس داتا كولكتد فروم ذا كومبوننت ليفل الكومبوننت ليفل لو استاذ الدكتور مهندس اكرم لما ادانا البروجرام مانجمنت الكورس هنا كنا بنتكلم ان في حاجه اسمها بروجرام مجموعه مشاريع وفي حاجه اسمها كومبوننت الكومبوننت ده اللي هو المشروع الصغير او الحاجه المكون الصغير للبروجرام الكبير اللي فيه كذا مشروع فانت بتجمع عقلك على المشروع ده، نقطة الانتجريشن اللي انا قعدت اتكلم عليها منطقة الهرم المقلوب اللي طالع واللي نازل، نقطة الانتجريشن لازم تبقى هنا. البروجرام استراتيجيك اوبجيكتيف والبروجرام بنفيت فوق او الكنترولنج والريبورتنج عند المنطقة دي اللي انت بتريبورت عندها وفي نقطة انتجريشن وفي كومبوننت ليفل اللي انت بتقعد تجمع داتا، انت لما تبقى شغال على المشروع حتى انا سايت انجينير يا جماعة حتى انا شغال سايت انجينير انت بتشتغل على ايه؟ تفاصيل التفاصيل صح؟ لما انا اجي كبلاير واطلب منك داتا هتديني تفاصيل، انا عايز اريبورت ده هريبورت التفاصيل بتاعتك ابقى مجموعه يعني رسم كويس فانا بتكلم في انا محتاج انتجريشن بوينت من الاثنين انا بقترح دايما الانتجريشن بوينت الاخ ده الاخ ده الطف واجمل واقوى انتجريشن بوينت موجود ايفن حتى زي ما دينا كانت بتتكلم البرزنتيشن اللي قبل كده لما بتعمل بزنس حتى بروح للسكادجول احنا بنروح اوتوماتيك كده للسكادجول اي والجميل في السكادجول كمان انت لو تخش على ليفل اعلى من الريسك اناليسيس بيديك بريفليج ان انت تشيك حاجه اسمها ريلايبيلتي اوف يور اسيتس يعني ايه؟ يعني تديني سكادجول اقول لك هتنجز السكادجول ده بنسبه كام؟ طبعا القاعده الكونيه ابلاي هنا، عارف ايه القاعده الكونيه؟ في قاعده وهميه اسمها القاعده الكونيه في العلوم الاداريه. صح؟ جاربج ان جاربج اوت. دي القاعده الكونيه في اي حاجه حتى ايفن حتى في العلوم الانسانيه. دخلت سوري جاربج هتخرج لك جاربج. فانت لو عندك سكادجول وسستين داتا او ريلايبل داتا بتحطها على السكادجول ده في الريسك مش سكادجول اي حاجه بتعملها كبروسس. زي انت لو في بنك مثلا بتروح تسحب رقم وتستنى ومش عارف ايه طب هما بيحسبوا منين ده بيحسب بروس بيحط عليها ريسك اناليسيس الريسك ده بيتشيك الريلايبيلتي للاستيميتس بتاعتك يقول لك انت هتخلص اللي انت مخططه ده بنسبه كذا وبنسبه 80% اللي هي بيسموها السيلينج بتاع الانسرتينيتي هتخلص في كذا يعني انت بتقول له هخلص 100000 هو يقول لك انت هتخلص 100000 بنسبه 20% وبنسبه 80% هتخلص 300000
هو هنا بيعمل جاد اكشن استغفر الله العظيم. لا مش بيعمل جاد اكشن، ده بيعمل علم. كويس؟ عشان تعمل كده لازم الاخ ده يكون موجود. عشان تعمل اللي انا بقوله ده لازم الاخ ده يبقى موجود. وعشان تعمل والاخ ده لما يبقى موجود وتربط كذا واحد بالاخ ده مع بعض، انت ممكن تعمل كده على مستوى مشروع، على مستوى 10 مشاريع، على مستوى 100 مشروع، على مستوى 180 مشروع، على مستوى 1000 مشروع، على مستوى دوله. زي ما انت على مستوى ريجن، على مستوى اي حد. كويس؟ فانا عندي الاستراتيجيك فيو بيقرا بيجيب السكيتشول من فوق وبجمع الداتا فروم ذا كونسبت ذا كومبوننت ليفل والكم المنطق اللي انا قعدت ابص فيه دوت اللي هو طالع ونازل اللي هو اللي نازل ده. طيب؟ ده هدف. شايفين ده ايه؟ ده مش مكتب بقى على فكره. كويس؟ شايفين ده ايه؟ ده الداتا. دي الداتا اللي عندك، ده الكومبوننت عامله كده. انا هدفي اعمل ايه؟ هدفي اطلع بيها ستيب فيبقى حاجه كده لطيفه وجميله ومنظمه. ده على فكره نموذج فعلي للريبورت كنا بنطلعه في البي ام اي سوري البي ام او بتاع وزاره الداخليه. صدق الله تصدق، ده كان فعلا نموذج. ده اللي هو نموذج الاكزيكتيف، ده مش الوزير، ده الاكزيكتيف. طب الوزير قال لك ايه؟ قال لك انا عايز ده. قال لك انا عايز ده. عايزه صفحه واحده. فتخيلوا احنا ابتدينا ده، دي شغل البي ام او. لو انا ضمنت ان البي ام او حاطط ستاندرد يجمع عليها داتا كويس هنا وستاندرد ثانيه وكي بي اي كلير جدا. كي بي اي يعني ايه؟ كي بيرفورمانس انديكيتورز. امتى اقول انا كويس وامتى اقول انا مش كويس؟ هقيس على ايه؟ يعني حضرتك لو انت قررت ان انت تعمل تشينج في حياتك وتخس مثلا. طيب؟ ايه الكي بي ايز بتاعتك؟ ان بعد اسبوع اخسر 4 كيلو، بعد اسبوعين 8 كيلو، بعد 3 اسابيع 6 كيلو زياده كوميوليتيف. كويس؟ يعني 6 كيلو ترند، يعني 8 14 و 26 كيلو، يعني بعد 3 اسابيع اخسر 20 كيلو. طبعا ده اكستريم. بس ايه الكي بي ايز بتاعتي؟ الارقام دي كي بي ايز. انا لما هاجي اقيس على المشروع بحط مجموعه الكي بي ايز. كي بي ايز زمنيه، كي بي ايز وقتيه، فلوس، كي بي ايز كواليتي، كي بي ايز ريسك، وات ايفر انت عايز تعمل تحط ايه براحتك. وصلنا في الاخر ان احنا عندنا داتا ايفولوشن، تطور الداتا من اول هنا بشغل البي ام او اللي هو يطور من هنا لهنا. ساعات البي ام او بيبقى مريح على فكره للناس اللي بتلبس نص السايت. يعني هو انت مش مطلوب منك تبني السايت اللي تديني المنظر ده. المنظر ده هبقى احدده لك. انا شغلتي ان انا اطلع كده. ان انا اوبايز وبس. لا ده انا كمان اديك جود ايمج، اريكومند كوركتيف اكشن، واساعدك على انك تعمل ابلكيشن للكوركتيف اكشن. لو انا اديتك معلومه غلط حضرتك هتاخد القرار ايه؟ غلط. فبالتالي الكوركتيف اكشن اللي هتحطه هيبقى عامل ايه؟ غلط. فبالتالي المشروع هيروح فين؟ هيروح في داهيه. احنا كان عندنا مشروع في وزاره الداخليه هناك كان متاخر 6 سنين. والمشروع ساكن سنه. متاخر 6 سنين. ليه؟ يا جماعه هو المقاول هيشتغل ان شاء الله. اول هيشتغل. قلقانين ليه؟ هيشتغل. ماشي؟ لحد ما وصلنا 6 سنين والمشروع لسه 30%. كويس؟ وده الكوركتيف اكشن عاده بيجي لما بيجي هنا بيبص هنا. الموضوع ده كمان الكوركتيف اكشن لو انت عامل ويل اورجنايز هيعرف يتراك المشكله. يعني انت ظهرت عندك مشكله في الريجن ده فيبتدي يتراك ديتيلز شويه، يبتدي يوجه الشخص الصح عشان يروح يحل المشكله. لو انت عامل ويل ستراكشرد سيستم كبي ام او، دي شغلتها كبي ام او. انا كده خلصت. اتمنى ان انا كنت انسان مفيد الفتره اللي فاتت ديت، وممكن احنا يعني انا خلصت 35 دقيقه بالظبط، فممكن ناخد 5 دقائق كده لو في اسئله. اتفضل. حضرتك كان في علاقه ما بين ماتيوريتي اوف بريس ميجر اورجانيزيشن